حسن يبدو انه شايف انه مش يعني بعيد عن النفقات اللي هتتحملها الجامعات الخاصه او الحكوميه او الدوله. خلينا نتكلم بنوع من الواقعيه. معلش يا دكتور معلش سؤال بس، ايه النفقات اللي النفقات اللي في مقابل الامتحان؟ ايه الامتحان ده مش هي مجانا، مش هيقدوه مجانا، المراقبه مثلا والاشراف مقابل مقابل. خلينا نتكلم واقعيه، ويمكن الفكره دي انا عرضتها كتير جدا من سنه 94. يا ريت ان احنا بنقول بعض الجامعات الخاصه وليس كلها دون المستوى اذا قورنت بخريج الجامعات الحكوميه بعضها، وانا اشهد بان بعض الجامعات الخاصه اعلى مستوى من الجامعات الحكوميه. خلينا نقول ايه وبدون زعل وبدون حساسيات، ان طالب الجامعه الخاصه في الفرقه النهائيه يمتحن تبع جامعه حكوميه بنفس الامتحان ونفس التصحيح، يبقى هنا محدش يقول لي ان ده اقل وده اعلى. اديني بقى فرصه، هديك فرصه بقى كجامعات خاصه، خدي اللي انت عاوزه تاخديه، مش هقول لك خدي بمجموع ناقص 5% او 3% او الكلام ده، خلي الجامعات الخاصه تاخد اللي عاوزه تاخده، واثنين من اولى وثانيه وثالثه ورابعه، ويجي في النهايه يمتحن مع الطلبه العاديين. طب يبقى في الجامعات الحكوميه عملت تنسيق ليه من الاول يا فندم؟ عملت ليه تنسيق بقى؟ ما انا اقول عملت تنسيق عشان اقول ان الطلبه بتوع الجامعات الحكوميه دول مجاني، ما بيدفعوش فلوس. لكن الجامعه، انا كولي امر عاوز اعلم ابني في جامعه بدون ذكر اسماء وادفع فلوس، ما تسيبيني اعلمه، ما تقوليليش مجموع وعدم مجموع، سيبيني، انت مش قادره تعلمهولي كدوله، سيبيني اعلمه في الجامعه بس لو حد الخاص. برضو ما يا دكتور برضو لو حد مش يعني تحصيله الدراسي، ما تحصيله تقيسيه تحصيله تقيسيه، ما انا اقول لك تحصيله بقى بتقيسي تحصيله في الفاينل، في النهائي، في البكالوريوس، في الليسانس. طيب يبقى عاملين ثانويه عامه ليه يا فندم بقى؟ عاملين ثانويه، عاملين ثانويه عامه اللي معاه فلوس وعايز يدرس. معلش اوضح لها الحته دي، عاملين ثانويه عامه عشان في مجموعات مجاميع متفاوته. انا باخد حسب طاقتي في الجامعات الحكومية باخد النص مليون دول مثلا أو التلت مليون دول حسب مجموعهم، دول بيتعلموا عندي في الجامعات ذات الأعداد الكبيرة والإمكانيات الفقيرة الجامعات الحكومية. وبعدين الباقي لازم يتعلم، لأن التعليم قيمة في المجتمع المصري، وكل الناس عاوزة تعلم ولادها، وده مش عيب، ده دي حسنة تضاف الى حسنات الشعب المصري ان بيهتم بالتعليم وبيحرم نفسه. طيب عشان يعلم ولاده. قبل ما ارجع لدكتور عباده بس هسال دكتور حسام في الجزئيه دي، معلش سؤال، هل من العدل ان انا بعد مرحله الجامعه اساوي بين خريج الخاص وخريج الحكومه؟ عشان كده هقول لحضرتك ليه، يعني يعني التصور ده له ابعاد اعمق من مجرد ابعاد اجتماعيه كمان، ابعاد كثيره اعمق من مجرد الاعداد. اول حاجه لازم يبقى عندك قدرة الجامعات الخاصة على استيعاب الأعداد دي، يعني لازم يبقى في نسبة ما بين أعضاء التدريس والطلبة المقبولين. حاجة تانية، هل أنا النهاردة لما بخرج من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، هل بيتم تكليف خريج الجامعات الخاصة ولا ما بيتمش تكليفه زي خريج الحكومية؟ بيتم تكليفه؟ بيتم تكليفه. طب يبقى وبالتالي ما ينفعش أنا أبقى ضامن وظيفة، يعني في وحدة صحية في الريف دكتور خريج جامعة خاصة؟ واحد. أيوه يا فندم، بيتم تكليفه ومعترف بيه وعادي. أيوه هو بيكلف زيه زي الجامعة الحكومية بالظبط. بيدرسوا في الجامعات الخاصة هم أساتذة من الجامعات الحكومية، معارين من الجامعات الحكومية. أكمل بس الفكرة يعني، فيبقى كلامي إنه هل من العدالة اني اضمن وظيفه حكوميه لخريج ثانويه عامه ب 60 و70% لانه معاه فلوس دخل كليه الطب، ونفس الوظيفه دي اضمنها لخريج كليه الطب ب 98%؟ ما هو برضه المساله، ما هو في المقابل يا دكتور ان هو دفع فلوس وتعلم خمس سنوات. اكمل كلامي بس، عشان كده انه اعاده ترتيب الامور بهذا الشكل له ابعاد كتيره تحتاج الى اعاده تنظيم من الاول. يعني النهارده هذه فكرة تبدو مقبولة، لكن عشان أنفذها محتاج أخد مجموعة من المعايير. أولها إن بما إن هو اعتمد على نفسه بالكلية، يبقى في النهاية ما تجيش الدولة وتعينه زيه زي بتاع الحكومي. ثانيها إنه الأعداد الأعضاء هيئة التدريس لازم يتناسبوا مع أعداد الطلاب. ثالثها إنه لازم يبقى في معيار ومسطرة موحدة اللي هي إحنا بنسميها الامتحان القومي الموحد، اللي هو الاكزيت اكزام او البري لايسن اكزام ايا كان. ففي هناك يعني الدوله تعمل
على تحقيق الامتحان الموحد ده وتعمل على انه وزي ما بقول لحضرتك في خطوات وفي تكليف رئاسي ودكتور خالد عبد الوفاء الوزير يعني نفذ الجزء الخاص بكليات القطاع الطبي ونحن الان هو يعمل على تنفيذه في بقيه الكليات القطاع الصحي وبعد كده هيمتد للجامعات. ده احنا شغالين عليه عشان نبقى زينا لانه السيد الرئيس قال بوضوح ان احنا 2019 ده عام التعليم. عام التعليم ده معناه ايه؟ ان التعليم المصري يبقى زيه زي التعليم الاجنبي ويبقى زي التعليم العالمي ويبقى الطالب اللي بيتعلمه هنا هو نفس اللي هيتعلمه او نفس المعايير حتى وان لم تكن نفس المواد لان اللي يهمني انا كمصري ما يهمش الراجل في امريكا لكن نفس المعايير. انا حتى دايما بقولها كده انه كمثال بس بالبلدي يعني عشان الناس بقول انا لما اروح في مكنه المترو في لندن باخد خطوات عشان اقدر اقطع التذكره لما بروح نكد مكنه المترو في ميونخ باخد نفس الخطوات عشان اقدر اعطي التذكره بس دي بتبقى مكتوبه بالانجليزي ودي مكتوبه بالالماني لكن في نفس لكن الشخص اللي بيتعلم ازاي ياخد الخطوات مش فارق معاه بقى هي اللغه المكتوبه بيها ايه انا بتكلم هو بالخطوات هو عارف السيستم ايه يا فندم فهو ده المطلوب ان يكون النظام عندنا نظام مقروء ومعترف به عالميا هو ده الهدف عشان نعمل كده محتاجين ناخد هذه الخطوات في خطوات اتخذت في تكليف رئاسي فعليا سيد الوزير دكتور خالد عبد الوفاء يعمل على هذا ده من عشان الامتحان القومي عشان من اولويات اهتمامه هو تطوير التعليم هو مش معقوله يبقى برضو ده دايما كلمه انا بسمعها اوصل للنقطه بتاعه هل عدل ولا مش عدل او فير او مش فير ان انا طيب انا حاسه نفس السؤال بس الدكتور عبيد عشان ما سمعتش رايه في الجزئيه دي يعني انا عارفه ان حضرتك هتكون طبعا مدافع عن الجامعات الخاصه يا فندم انا استاذ على فكره في جامعه انا اصلا معار من جامعه حكوميه فبقى يعني تمام لا بس انا متاكده لو حضرتك هتكون ردك في يعني في منتهى الحياديه يعني هل يا فندم النهارده الطالب زي خصوصا كليات القمه يعني هل الطالب زي ما كنا بنتكلم اللي اخذ مجموع عالي في ثانويه عامه في المدارس الحكومه ودخل جامعه حكومه واشتغل على نفسه هل اقدر اساويه بطالب الكليه الخاصه لما يخرج خليني اقول لحضرتك حاجه عشان اطمنك اولا ان الجامعات الخاصه كل 5 سنين حضرتك بتراجع المعادله بتاعتها الجامعات الحكوميه لا تراجع الا اذا طلب تعديل اللائحه فحضرتك الجامعات الخاصه اكثر انضباطا في الماده العلميه وفي مراجعه البرامج كل 5 سنين ما ينفعش ان انا اخرج طالب الا اذا كانت لجنه قطاع تاني شافت وجددت المعادله بالنسبه للجامعه الحكوميه لا ما بيحصلش الحاجه الثانيه حضرتك ان فيها حاجه اسمها هيئه ضمان الجوده حضرتك في كليات حكوميه ما خدتش الاعتماد من الهيئه وفي جامعات خاصه خدت فيبقى لما جامعه خاصه تاخد يبقى اذا فعلا هناك جوده في التعليم فيها ويبقى خارجها فعلا واخد البكالوريوس او الليسانس من كليه معتمده من الهيئه وده الترند العالمي دلوقتي كله فيبقى اذا حضرتك مش معقوله باخد انا اعتماد من هيئه الجوده وبطلع خريج يعني ضعيف او ما يصلحش للسوق انا عاوز اضيف بس على لا انا بس أنا اضيف بس, 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 بس ان انا بعد كلام دكتور عبيده حاسه ان انا هتوجه بقى بالسؤال بشكل عكسي